وجبات السيد المعرفه يعني ماشي كتباغاه ولا شي حاجه. من بعد تزوجت بيه مشيت سكنت معاه في العروبيه، انا بنت المدينه ومشيت معاه سكنت معاه في العروبيه. من بعد صافي حملت بها الدري هذا وليدي ما كنسمع. الحمد لله كنت عايشه بخير، كنت صبر ولكن كنكمل كلشي على الصبر، كنت صابره والحمد لله. حتى ولا العنف اللفظي ديما كنتعاير وديما هذا ديما المناقشات. في الاخر قال لي خرجي عليا بواحد الطريقه اللي ما كتقالش، يعني قال لي خرجي وخرجت. وانا حامله بسبع شهور بهاد الدري كما شفتو نتوما سبع شهور. ومن بعد خرجت وليت كنعيط لهم كنقول لهم نهار اللي ولد الدري قلت لهم انا صيفطوا لي غير حوايجي ما بغاوش يصيفطوهم ليا. انا خرجت ما خرجتش معايا حوايجي ما خرجتهمش. هو اللي قال لي بطريقه قال لي سيري خرجي عليا بواحد الطريقه يعني ما كيتقالش، يعني ما بقاش بغيتك يعني بواحد الطريقه ما كتقالش. وانا خرجت ومن بعد وليت كنلقى سميتو ملي جيت لدارنا يعني صافي مشيت خويا لدار الوالدين مشيت سكنت فيها. ومن بعد ما يعني ما بغاش يصرف عليا المصاريف ديالي ما بغاش يصرف عليا. وانا تقريبا الدري دابا راه عنده عام ونص عام وشهرين ما بغاش اخويا يصرف ليا على الدري. وانا عندي معاناه ما يمكنش ليا انا نصرف على الدري حقاش انا ما عنديش اخويا ما يمكنش لي غيصرف عليا. وصافي سكنت انا تمايا وكنعيط ليه باش زعما يعطيني النفقه ديالي ودي ولدي ما بغاش. عندي اختي هي اللي جات وقفات معايا ولكن راه هي عندها اضطراب يعني ما نقدرش نشدها انا على ولادها. شي صافي مشات عند الاولاد ديالها بقيت انا وولدي سي. لا الله يرحم الوالده والوالد الله يرحمهم بزوج الله يرحمهم. واختي هي هذيك مشيت درت دعوه ديال النفقه ترفضات لي في المحكمه وما داروا معايا والو. مشيت دفعتها وما عرفتش اختي علاش ترفضات لي انا ما عرفتش حاش انا ما درتش المحامي ما عنديش التكلفه ديال المحامي ما عنديش وما تقبلاتش ليا. واختي ترفضات لي انا حد الان ما عرفتش وخاصني انا المصاريف ديال ولدي انا ما عنديش. انا كنطالب الناس يعاونوني لكن شي محسن ولا كاين شي واحد يعاونني انا كتشي اللي بغيت. اش طربيه صعيبه باب وحدي انا راه تقهرت والله العظيم تقهرت. ما عنديش انا الخدمه ما عنديش حتى خدمه بغيت نخدم ولدي ما كيصبر ليا حتى واحد كما شفتي راه واش شفتي راه ما كيصبرش عليا انا بعد مني ما يصبرش. صعيبه بزاف ما عنديش وعدي الضول ما كيتساني اقسم بالله اختي كون جديتك معايا للدار وغتشوفي كلشي على عينيك يعني متضول ما انا ما عنديش باش نخلص. انا المصاريف ديال الكوش والحليب الدري انا ما قادش عليه انا صعيب الحال ميسور عندهم اختي ماشي ما عندهمش كل ما كانش عنده انا غنصبر على راسي ولكن اختي راه عندهم عنده ما بغاش يصرف ليا على الدري. انا تحملت المسؤوليه بوحدي شي كنشوف راسي يعني العد والاب ديالو اللي غادي يصرف عليه وما بغاش يصرف عليه يعني تحقرت قلبت انا ما عرفتش اختي. الباب الواحد اللي طرقته هو الباب ديالكم كنتمنى الله يستر هادشي اللي كنطلب الله. صافي تقهرت صعيب الحال واحد الانسان اليوم غدا كتلقى راسك عندها واحد المسؤوليه كبر منها وزار راس يعني مكاينش شي واحد اللي غادي يحنفك ولا شي واحد اللي غادي يوقف معاك مكاينش. انا موقف معايا حتى واحد مكاينش شي انسان غادي يوقف معايا ولا غايقول لي بلاتي ندق على نشوف شنو خاصه. عندي كارت الزواج ديالي ولي خرجت من داري ما حوايجك حد الان كنعيط لهم كنقول لهم عطوني غير حوايجي الناس اللي لابسه انا حد الان اقسم بالله الناس اللي عاطينهم ليا. خرجت بجلابه اللي خرجت بها كنعيط لهم كنقول لهم جيبوا لي حوايجي ما كيبغوش يجيبوا لي حوايجي. وانا ما يمكنش لي نبقى عايشه هكا انا لا مصاريف الدري لا مصاريف لا حوايجي لا حوايج الدري ما قدرتش كيفاش غنعيش انا واش غنخرج للزنقه راه الزنقه خرجت ليها. كاينش الوالدين اللي غي والو اختي ما كاينش الوالدين اكثر الا ولكو كان عندي الوالد اللي غادي يهزوني ما كنت غندير ولكن اختي راه غالب الله تقهرت طلب من الناس يعاونوني حقاش انا صافي والله تقهرت والله اختي تقهرت اقسم بالله تقهرت كاينش اللي غيحنفك انا بغيت شي واحد حقره حقروني جات عندي في الاخر اختي طفلتي قالت لي عندك 6000 ريال 3000 ريال ديال اش قالت لي الشهر قلت انا باش غديرني 3000 ريال ديال الشهر باش غديرني انا ما غاديرنيش لا انا لا ولدي ما بغيتش قال لي غنتفاهموا انا وياك وغديري الشكل لي ديال المسائل ديال طلقي انت وراجلك وغيعطيك 3000 ريال ديالك الشهر تعيشي تبيع ولدك انا كيفاش غندير تنعيش انا ولدي ب 3000 ريال انا الموظف تجمع عليا انا الكرا انا ما غتكفيش ما غالي كوش ولا شنو انا ديما مريضه عندي الكوش اقسم بالله كون حيت كدابا لي كوش تلقاي الدري طيب مره ندير لي كوش مره كندير الخروق يعني كنقول بلاتي ندير نحاول من هنا ومن هنا ومن هنا ولكن كنلقى راسي والو ما كاينش المصاريف اللي غادي يعاونوا المصروف انا غادي المصروف باش نعاون راسي راه ما كاينش.